وفق رؤية تنموية جديدة تعكف السلطات العمومية على مد الشبكات الوطنية للسكك الحديدية نحو المناطق الداخلية، توجه تسعى من خلاله إلى خلق حركية اقتصادية وإعطاء دفعة تنموية لمناطق وسط البلاد. فضلاً عن البرنامج الوطني، تعمل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية على تجسيد مشاريع السكة الحديدية في مختلف البرامج التنموية المسطرة، على غرار مشروع ربط ولاية خنشلة بشبكة السكة الحديدية والذي تضمنه البرنامج التكميلي للتنمية لسنة 2022. خط جديد لنقل المسافرين والبضائع يربط ولاية خنشلة بولاية أم البواقي على مسافة 51 كيلومتر وبسرعة قطارات تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة، ينطلق من محطة عين البيضاء ليعبر محطات كيرينا في الكيلومتر 19، متوسة في النقطة الكيلومترية 29، بغاية في النقطة 42، وصولاً إلى المحطة المختلطة لنقل المسافرين والبضائع بخنشلة ذات الهندسة المعمارية المميزة. تم تقسيم هذا الخط الجديد على مقطعين يتكفل بإنجازهما تجمعان لشركات وطنية أبانت عن إمكانات كبيرة وخبرة واسعة في التعامل مع المشاريع الكبرى للبنية التحتية. يمتد المقطع الأول من عين البيضاء إلى فكيرينا على مسافة 20 كيلومتر. أسندت مهام إنجازه إلى تجمع شركات تشرف عليه شركة الهندسة المدنية والبناء GCB، فيما يتكفل تجمع آخر تشرف عليه مؤسسة كوسيدار للأشغال العمومية كرئيس لشركة الإنجاز بتجسيد المقطع الثاني الذي يربط فكيرينا بخنشلة على مسافة 31 كيلومتر. أما مهام المتابعة والمراقبة فقد أوكلت إلى تجمع مكاتب دراسات وطنية تشرف عليها شركة الدراسات التقنية وهندسة السكة الحديدية ستغاي. هذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال منذ 9 أشهر يشهد اليوم وتيرة إنجاز متسارعة على طول المقطعين، إذ وقف القائمون على المشروع منذ البداية على تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل تسليمه في آجاله المحددة. فبعد الانتهاء من وضع قواعد الحياة وتحرير الرواق، عرفت أشغال التسطيح من حفر وردم تقدما كبيرا على طول المقطعين. بالموازاة مع ذلك، باشرت مؤسسة الإنجاز بناء المنشآت الفنية وروافد الجسور البالغ عددها 28 جسراً وبعض الهياكل الضرورية لتشييد المنشآت الفنية. وفي وقت يبذل القائمون على المشروع قصارى جهودهم لرفع العراقيل التي تعيق تقدم الأشغال من خلال تصحيح المسار عبر إحدى النقاط والتسريع في إجراءات نزع الملكية التي كثيراً ما تقابلها اعتراضات ملاك الأراضي، إضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية والهيئات المختصة قصد مباشرة أشغال تحويل شبكات الكهرباء، الماء والغاز والتي تتقاطع مع مسار السكة. باشرت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية مؤخراً إجراءات التعاقد مع شركات إنجاز أشغال الإشارة والاتصالات والطاقة بغية الانطلاق في الأشغال في أقرب الأجل. مشروع ضخم سيفتح على المنطقة آفاقاً اقتصادية واسعة ويعطيها دفعة تنموية كبيرة
رهان تخوض المؤسسات العمومية غماره لإثبات إمكاناتها وترجمة خبرتها في تجسيد المشاريع الاستثمارية الكبرى في البلاد، وتواصل معها الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية تحدياتها في البناء والتشييد من أجل غد أفضل.